تيأسوا احلموا واكتر واحد مخلص هو اللي هيوصل لحاجه. يلا تيجي انا هسلمك معايا اهو رسمه او مش متوقعه او مش بتسمعها الافلام العربي. طبعا في فرق بين الفنان المحلي والفنان الدولي. ايش الفكره؟ الفنان الدولي بقينا مهيئين من الدول العربيه كلها، بل يعني كمان بيخترق بره عشان بيبقى في بعض البلاد الاجنبيه بتبقى عايز تشوف الفيلم بتاعه بناء على طلب الجاليه العربيه هناك واصحابه الاجانب، وبيبقى في تركيبه وتدفع افلامك ان هي تسافر. الزحمه كانت كبيره جدا بحقيقي، طبعا كل الجمهور اللبناني اللي حضر بجد والله وجودهم، وفي الاردن كمان وفي الامارات وجودهم طبعا على راسي وفرحنا كلنا. يمكن انا بس زهقت ان كان نفسي اقف معاهم واتفرج على الفيلم معاهم، بس اللي فرحنا اكتر الزحمه اللي مش طبيعيه. طبعا اكيد لازم نفرح اقبال الناس على الفيلم عشان بس اداره السينما هي اللي قررت ان احنا لازم نعمل السينما حفاظا على سلامه الناس، لان كانت زحمه مش طبيعيه. أغنية مع الشاب خالد الفنان الكبير الشاب خالد، وبنعمل بيها حاجة جميلة بين مصر والجزائر. احنا بنحب بعض وربنا اخوات، وان شاء الله نعمل أغنية تفرح الناس باذن الله. الدور ده مختلف شوية لأن الدور جالي قبل الفيلم ما يبدأ بثلاث أربع أيام تقريبا، لأن كان في ممثلة تانية بتعمل الدور وبعدين انقذت فجالي الدور كده في آخر لحظة. التجهيزات كانت سريعة جدا، سريعة سريعة سريعة. يمكن دي من أكثر الحاجات اللي كانت مضطراني، كنت خايفة، بس أنا عارفة إن الدور حلو قوي من ورق، واثقة جدا من محمد سمير، لأن محمد بتدخلي معايا حاجة مطمنة، هو بيبقى عارف الشخصية كويس قوي وكاتبها وعارف أبعادها فبيقعد معاكي ويشرحلك ويفهمك. طبيعي ان انا بشتغل مع تامر بقالي 14 سنه بعمل له كل ايفنتس، فلما كنت ابتدي اخش سينما كان دايما تفكير كل الناس بتقول اول فيلم يبقى تامر، بس لا انا فكرت وعملت اول تجربه فيلم بتاع عايز اقول زكي، وكان لازم في الفتره دي الحمد لله ان انا نجحت وعملنا نجاح.